مرحبا بمتابعي مجهول معلوماتي اينما كانوا في هذا الفيديو القصير والذي ساحذر فيه اصحاب القنوات على اليوتيوب. طبعا نعرف ان هناك الكثير من الاشخاص الذين تتعرض قنواتهم للاختراق، لكن في هذه الفتره هناك طريقه تعمدها او يعتمدها الكثير من الهاكرز في اختراق القنوات، خصوصا القنوات الكبيره. طبعا هذا الامر لا يختلف اما اذا كانت قناتك اجنبيه او عربيه، فالكل حاليا يتوصل بنوع من الرسائل التي الهدف الاساسي منها هو اختراق حاسوبك من ثم اختراق قناتك على اليوتيوب. طبعا الرسالة تصل إلى بريدنا الإلكتروني خصوصا المرتبط بالقناة، تتوصل بالرسالة، وهذه الرسالة تكون عبارة عن دعوة من شركة معينة وهمية تطالبك بأن تقوم بعمل إشهار للمنتج التي تقدمه، وغالبا ما تكون هذه المنتجات عبارة عن تطبيقات أو برامج، فتطلب بك أن تحصل على النسخة المدفوعة من البرنامج، وهكذا سوف تقوم بعمل شرح لهذه النسخة المدفوعة من البرنامج بالطبع، وهكذا تقوم بعمل شرح ونشره على قناتك على اليوتيوب. لكن احذروا أيها الإخوة، وأن هذا البرنامج أو هذا التطبيق هو عبارة عن فيروس تروجين هدفه هو اختراق الحاسوب، ثم بعد ذلك يقوم هذا الشخص المصمم لهذا الفيروس بسحب المعلومات الخاصة بتسجيل الدخول إلى قناتك على اليوتيوب، وبذلك أيها الإخوة يقوم بسرقة قناتك على اليوتيوب وتحويلها من حسابك إلى حساب آخر أيها الإخوة، وهكذا سوف تفقد قناتك على اليوتيوب. لذلك أيها الإخوة، هناك العديد من الطرق التي ستمكنكم من التعرف على هذه الرسائل وتمييزها عن الرسائل الأصلية. عندما نتحدث عن هذه الرسائل الوهمية، فغالبا ما يتم إرسالها بطرف أشخاص مجهولين عفوا، ثم يتم إرسالها من بريد إلكتروني غير احترافي، بمعنى أن البريد الإلكتروني الذي يتم إرسال من خلاله هذه الرسائل يكون عادة بامتداد gmail.com، وهذا الحساب بالطبع لا يدل على أنه ينتمي إلى شركة. كذلك أيها الإخوة، فالبريد البرنامج هو برنامج غير معروف، تبحث عليه في محركة البحث لا تجده، بل وتجد بعض المراجعات السيئة له والتي يتضمنها بعض المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية مثل ريديت وغيرها، والأشخاص الذين يضعون آراءهم والذين تعرضت حساباتهم للسرقة والاختراق. لذلك أيها الإخوة، رجاء احذروا من هذه الرسائل وقوموا بالإبلاغ عنها فور توصلها على بريدكم الإلكتروني، وساهموا في نشر هذا الفيديو أيها الإخوة لجميع المتابعين حتى لا ينتشر سرقة القنوات في عالمنا العربي. شكرا لكم، ونلتقي في فيديو آخر. إلى اللقاء.